بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. يا سيدي أتأذنا لي بخدمتكما متقربا إلى الله بكما ورحمة الله وبركاته. أحييكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة المباركة في هذه الليلة وبداية هذا الشهر المبارك من رحاب الإمامين العسكريين ومن بيت صاحب العصر والزمان. أقول سيدي أتأذنا لي بخدمتكما متقربا إلى الله بكما. السلام على السيدة نرجس، السلام على السيدة حكيمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا نقطة وصل بينكم وبين الإمامين العسكريين عليهم السلام حتى تنعموا بقضاء الحاجة وتكحل الأنظار بمشاهدة هذه الصور التي تكون حية ومباشرة من سامراء الإباء، من العسكريين، من الإمامين، من الهاديين، من بيت صاحب العصر والزمان. نعم مشاهدينا الكرام، قبل البدء هنالك أشياء كثيرة في حياتنا، ولكن أقول سيدي ومولاي إذا صابك بلاء وحالك تعسر وما تعرف بوجهك لمن توديه، إذا صابك بلاء وحالك تعسر وما تعرف بوجهك لمن توديه، أقول لك كلمة تنطق بيها مو أكثر، بس بصوت صيح ادركني يا المهدي. ولكن نأخذ منها العبرة والعبرة ونأخذ منها المعاني والمغاني والحكم من هذه الوقفة، ألا وهي وقفات مهدوية. اليوم كثير منا من يريد أن ينعم بحياته الاجتماعية في تكوين عائلة طيبة وعلاقات طيبة، وكثير من العلاقات التي تعتبر هي من العلاقات الإنسانية السامية التي يريد الله سبحانه وتعالى منا. كيف هنالك اختيار الصديق والصداقة؟ أتكلم بهذا الموضوع وهنالك ربط بين الإمام صاحب العصر والزمان وموضوعنا. الصداقة تعتبر من أجمل العلاقات الإنسانية وأسمى العلاقات الإنسانية الخاصة إذا كانت صادقة وواضحة ومتنعمة بكثير من الصفات، هي تعتبر من أساس اختيار الصحيح. الاختيار الصحيح للصديق، اليوم في مجتمعنا نواجه مشاكل. طبعا اختياري لهذا الموضوع هو من أحد الأشخاص، طلب مني أن أختار هذا الموضوع الذي هو فيه أساس لبناء مجتمع كامل، هو اختيار الصديق الصالح أو اختيار الصديق الصدوق. أنت اليوم كأب، هل عليك مراقبة عائلتك؟ نعم، عليك مراقبة أولادك؟ نعم، عليك مراقبة أصدقاء أولادك؟ نعم. أنا ذكرت بأنها تعتبر من العلاقات الإنسانية الصادقة والصالحة، ولكن بأساسات كبيرة وكثيرة. الأساس الأول هو اختيار الصديق الصالح أن يكون متدينا وصالح. يعني الإنسان التقي، أنت إذا عاشرت إنسان متقي يتقي الله عز وجل في كل شيء، يخاف الله عز وجل في كل شيء، ستشاهده يخاف الله فيك في كل شيء. يعني حافظ على صداقتك، يذكرك بالله عز وجل، يخاف عليك إذا كان متدينا صادقا صالحا. أما أساس اختيار الصحيح هو الثاني، هو حسن الخلق، أي المنظومة الأخلاقية التي يجب العمل عليها. وأنا أسلفت في الحلقات السابقة بأن اختيار الصديق يجب أن يكون حسن الخلق لديه، أي الأخلاق.
يعني أنا اليوم أتمشى مع صديقي في مكان معين، ينزل من قيمته أمامي وأمام المجتمع، ينزل من قيمته أمامي وينزل من قيمتي أمام الناس، معادلة. يعني شلون؟ يعني لهذا إذا تنعم، أولا قلنا إذا متقي يعني دينه صحيح، ثانيا إذا كان لديه حسن الخلق أي الأخلاق والمنظومة الأخلاقية، أنت ما راح تخاف تتعامل وياه بشكل واضح. لأن دائما اللي ما عنده، عفوا يعني أقول هذه الكلمة وفي حرم الإمام، اللي ما عنده أخلاق أو ما يتنعم بهذه الصفة سيؤثر علي في المستقبل، حتى على تربيتي، على تقاليدي، على تعاملي مع الناس. مشكلة هنا، أنا مشكلة، المشكلة وصلنا إلى الاختيار الثاني. أما الاختيار الثالث هي العقلانية، أي أن يكون رزن ذو أخلاق عالية عقلانية، يعني لديه من الأفكار الصحيحة، لديه من الأمور التي توضح إلى علاقتي معه في تطويري فكريا، عقلانيا، دينيا، فقهيا، عقائديا. هذا اختيار الصديق. شوف الأساس الآخر وهو النشاط والاجتهاد. يعني أما النشاط والاجتهاد هنا يكون اختبار الصديق، يكون عونا لك في كل شدة، مجتهد في نشاطه وعمله، يساعدني في حياتي. يعني أنا اليوم نحتاج صديق يكون يوقف لي بقدر المستطاع، مو إلا مادة، لا، إن كان بشيء يعني بسيط، مثلا يعني أنا اليوم أحتاج صديقي يكون يدفعني معنويا لاجتهادي في دراستي، هذا الشيء مطلوب في حياتنا اليومية. أما صداقة لوجه الله عز وجل، العلاقات كثيرة، أنت اليوم تختار صديق لمصلحة معينة فيها فترة والفترة تنتهي، أما تختار صداقة قربة طاعة إلى الله تعالى، أحب هذا الصديق لله عز وجل، تعاملي معه قربة طاعة إلى الله تعالى، أقضي حاجته قربة طاعة إلى الله تعالى، هذا أساس اختيار الصديق الصالح. كثير من الصداقات التي كانت على مصلحة ولا تدوم، فترة معينة وتنتهي، جربنا في حياتنا، شفنا كثير من الناس اللي نتعامل وياهم زين أو حسن ويتركوك في مطاف ما. ليش؟ لأنه عاشرك على مصلحة، تعامل وياك على مصلحة. أما ينبغي على الإنسان المؤمن إذا أراد أن يكون هنالك زادا في تعزيز فكره، فعليه بزيادة الإصلاح واختيار الإنسان الصالح. أما ينبغي باختيار لصحبته شخصا صالح، أما وينبغي لأخلاقه اختيار مربي جيد. وهذه الصفات يمتلكها الإنسان المؤمن والإنسان الزين، احنا بمصطلحنا نقول. أما اختيارك إلى صديق السوء واليوم يفلش أخلاقك ويعاملك معاملة حسنة، ولكن انظر وين يوديك، وين ياخذك، ذكرك بعبادة الله، قال لك امشي خلنا نصلي نزور، قال لك خلنا نطلع لشيء معين قربة إلى طاعة إلى الله تعالى. هنا الربط بين الإمام صاحب الزمان، خل أربط وياكم ونستقبل اتصالات. هنالك شخص عندما سمع باختيار الصديق اختار صديقا له، ألا وهو صاحب العصر والزمان. أنت فكرت يوم من الأيام أن تختار صديق لك في الدنيا والآخرة مثل الإمام صاحب العصر والزمان؟ ما فكرت. الآن فكر،
كل علاقة تنتهي ولها مدة إلا علاقتك مع الله عز وجل وولي الله في الأرض ألا وهو صاحب العصر والزمان. معنا أولى الاتصالات إلهام من البصرة. حياكم الله يا أختي إلهام. يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم. يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم. يا صاحب الزمان تفضلوا بالزيارة. السلام عليك يا علي الهادي، السلام عليك يا حسن العسكري، السلام عليك يا سيدة نبدة، السلام عليك يا سيدة حكيمة، السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا صاحب الزمان. الإمام المهدي عجل الله يا رب العالمين، اللهم عجل لوليك الفرج يا رب. اللهم عجل لوليك الفرج بحق الإمام المهدي. يا أبو صالح المهدي داقين باب كل الجوابك، شاف مرضان وشاف كل مريض. نحتاجيك يا مولاي. شاف كل جريح. وكل من طالب الذرية رزق الذرية، وكل من طالب حاجة أصبح حاجة بحوائجنا وحوائج جميع الأخوة وقناة كربلاء. أنا قبل كم يوم بالزيارة ودعيتكم عند الإمام الحسين وبالفضل العباس. متفضلة متفضلة أختي الهام، شكرا لدعواتكم وإن شاء الله ما ننساكم بالدعاء. إن شاء الله أمامك الضريح المبارك، وأنا أقول إلهام عائلتكم ومن يخصكم إن شاء الله. شكرا لاتصالكم معنا. أم شوقي من كربلاء، حياك الله يمه. الله يسلمك الله يحييك يا صاحب الزمان يا مهدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليك. السلام عليك يا صاحب الزمان يا صاحب السلام عليك يا مهدي الأمم يا صاحب السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان. هذه راية العسكريين ترف بالنصر إن شاء الله دوما وأبدا أجمعين إن شاء الله. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان. العجلة العجلة يا سيدي يا مولاي. اللهم صل على محمد وآل محمد يا رب العالمين. ناظري بنظرة مني إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بحق محمد وآل محمد لعجل العجل. السلام عليك وعلى سيدي ومولاي علي الهادي. السلام عليك وعلى أبيك الإمام الحسن العسكري. السلام عليك وعلى أختك حكيمة ويرجف عليها السلام. يسمعون ويردون إن شاء الله بقضاء حوائجك وكل حاجة. اي والله لكل حاجة واحد محتاج ان شاء الله يقضي حاجاته وحاجاتكم ان شاء الله. اي والله ان شاء الله ان شاء الله. وازور سادتي وموالي واهديها لصاحب العصر والزمان واهديها للسيد علي السستاني وديت والحجيج والقوات الامنية والشهداء واهديها لزوجي ولاولادي والبناتي ولخواتي ولاخواتي. يسر الله امركم وقضى الله حوائجكم ان شاء الله. ولقناتكم الموقره ما ناقشتكم عند الامام الحسين والعباس. شكرا لدعواتكم. اي والله دائما ندعيكم واصليكم ان شاء الله وانتم لا تنسونا بالدعاء. ان شاء الله ما ننساك بالدعاء ونسمي الله الاجابه. رحم الله واسيك رحم الله واسيك. الله يحفظك على فاطمه وابيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها. لا عدد ما حاطه يبي علمك. وعندي بس اسمي انا اريدك دول اسمي امور فكرتي. شنو اسمائهم؟ اي والله سند خبير ان شاء الله بالشفاء ومعنا ان شاء الله. شكرا لاتصالكم يما. معنا ليلى من نينوى من الموصل، حياكم الله يا ليلى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا صاحب الزمان يا مهدي الامم. يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا مهدي الامم. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا امامنا علي الهادي. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا امامنا يا حسن العسكري. ما اجمل هذه اللقطه ودخولكم إلى حرم الإمام وصحن الإمامين العسكريين عليهم السلام. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا سيدتي يا مولاك يا فاطمة الزهراء. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا إمامنا الحسن. السلام عليك يا سيدي يا مولاك يا إمامنا الحسين. السلام عليك يا تسعة المعصومين من ملك الحسين. السلام عليك يا صاحب الأصل والجمال. سلام الله عليك مني ما بقيت وبقي الليل والنهار. اللهم بحق هذه الضريح الشريف عليك يا الله وبحق إمامنا الحسن العسكري وإمامنا العلي الهادي. شافي مرضانا ذوي جرحانا ارحم شهداءنا واحفظ حزن. نعم الظاهر انقطع الاتصال مع ليلى. معنا أم حسين. نعم يا أم حسين تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم. السلام عليك يا صاحب الزمان. يا صاحب الزمان يا شمس القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. يا سيدي يا مولاي يا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجك وسهل مخرجك وكثر أنصارك وأعوانك.
السلام على الإمامين العسكريين الإمام علي الهادي والإمام الحسن العسكري، السلام على السلام عليهم أجمعين، السلام يسمعون ويردون إن شاء الله. يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان، عجل الله تعالى بالإخارة إن شاء الله ما أنساك بالدعاء، والله يرزقك ما في قلبك ويقضى حاجتك. أزور المثاني الآن أدعي لك إن شاء الله، الآن أدعي لك. نحن الكريم مجلوطة ومشلولية وأخوة حيدر. إن شاء الله. نحن الكريم أخوة حيدر. وبني حداد خلف نفسك رحم الله والديك، الله يحفظك إن شاء الله. سيد المخرج هي إلها الشباك، هي إلها الشباك، الله يحفظكم إن شاء الله. طلبة الشباك. نحن موت وحيدر. ان شاء الله ما نسد، ان شاء الله ما نسد. اي والله بالتوفيق ان شاء الله، الله يحفظكم ان شاء الله. بالبال وانكم صادر قناه كربلاء الفضائيه، يحفظكم الله ويستر عليكم ان شاء الله. الله يحفظك يا يمه ويقضي حاجتك، يسر الله امرك. الشريفة رحم الله والديك خالة علي بعد عمري انت والكادر، الله يستر عليكم ويجوكم ان شاء الله بالصحه والعافيه. أمانة عندك رحم الله والديك. إن شاء الله ما ننساك بالدعاء يا يمه، الله يحفظك. الله ومنك هي وأخوها حيدر. أيوه. إن شاء الله ما ننساك، شكرا لاتصالك. معنا آية من الدجيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم. يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم، السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا قاطع البرهان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك وعلى آبائك الطيبين وأجدادك الطاهرين المعصومين ورحمة الله وبركاته، السلام على علي الهادي، السلام على السلام عليهم أجمعين، يسمعون ويردون إن شاء الله. السلام على سيدتي نرجس خاتون، السلام على سيدتي مولاتي حكيمة خاتون، اللهم كل وليك الحجة بن الحسن العسكري صلوات الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنها أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبحق السر المستودع فيها، اللهم عجل وليك الفرج، اللهم شافي وعافي كل مريض، اللهم اقض حاجة كل محتاج. يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، يا ربي ارزقني زيارتهم ان شاء الله. علينا نسألكم الدعاء والزيارة ان شاء الله. ما ننساكم، ما ننساكم. بس اسم الطفل عبد الله للشفاء من مرض السكر، والطفل عباس بكتابهم، وامانا دعيلي الله يرزقني زيارتهم، لانه صار للسنة انا مزايرتهم. دعيلي، سلم الله الإجابة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لاتصالكم يا أخت آية. معنا أم حيدر، حياكم الله يا يما. السلام عليكم. وعليكم السلام يا صاحب الزمان يا مهدي، الله يحفظك يما، تفضلوا بالزيارة. يا صاحب الزمان يا مهدي، السلام عليك يا سيدي يا مولاي، صاحب الزمان يا شريك القرآن يا إمام الإنس والجان، صلوات الله عليك وعلى أصحابك وأجدادك، عجل الله تعالى فرجك الشريف وحق محمد وآل محمد. اللهم عجل وليك الفرج يا رب. السلام على سيدي مولاي علي الهادي وحسن العسل، وسيدتي مولاتي نرجس، سيدتي مولاتي حكيمة، وسيدي مولاي سبع الدجيل، صلوات الله عليهم سادة أمتي، والملائكة الحافظين بقبورهم الشريفة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على أمتي بحق فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع، تقضى حاجة كل محتاج يا رب. الله يستر عليكم يا رب، الله يستر عليكم يا يما، يا الله يحفظك يا يما ويقضي حاجتك، يسر الله امرك يا رب. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين واولاد الحسين واصحاب الحسين، سيدي مولاي ابو الفضل العباس ورحمه الله وبركاته. السلام عليك يا رسول الله وعلى امير المؤمنين الحسن والحسين، صلوات الله عليكم جميعا. سادتي وامتي، اللهم ارزقنا وزيارتهم بدنيا شفاعتهم دنيا يا رب العالمين. يوم علي رحم الله والديك، الله يوفقك يا يوم خادم ربك والحسين، اريد قضاء حاجه ربعتين منك كلتك ان شاء الله. ما انساك بالدعاء، صلاه ركعتين تحت القبه وقريب الضريح ان شاء الله. خادم سيدي الله يبارك فيك يا يوم، الله يوفقك. سلمي الله الاجابه، سلمي الله الاجابه. حاجه ندعي لك قضاء الحاجه واستر علينا ان شاء الله. عائلتكم ومن يخصكم، والدي والد والديه ولا أخوتي وأخواتي وأولادهم وأحفادهم،
ولا زوجي وابناء وبنات والجميع. زيارة مقبولة إن شاء الله. زيارة مقبولة. شكرا لاتصالك يا أمي. معنا زهراء من بابل، حياكم الله يا زهراء. السلام عليكم. وعليكم السلام يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم. يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. السلام عليك سيدي مولاي يا علي من هادي. السلام عليك سيدي مولاي يا فرج المظلومين. السلام عليك سيدي مولاي يا حسن العسكري. السلام عليك سيدتي مولاتي يا نرجس. السلام عليك مولاتي يا حكيمة. السلام عليك سيدتي مولاتي يا أم الإمام الحجة. مولاتي يا وجيهة عند الله إفعي لنا عند الله. يا وجيهة عند الله إفعي لنا عند الله. سيدتي عند حاجة وأكبر يمك يا باب الحوائج. إن شاء الله نقضي هذه الليلة وهذا اليوم في بيت صاحب الزمان وإحنا ببيته بعد. مولاتي يا نرجس أقسم عليك بصاحب الزمان. يا صاحب الزمان أنت شافين الطفلة نرجس. إن شاء الله بحق نرجس. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحق صاحب الزمان أخويا علي. نعم. عند حاجة واقفة وأريد دعواتك عند مولاي الحسن العسكري. إن شاء الله ما ننساكم بالدعاء، وأنتم الآن في ضريحه المبارك وقلوبكم أقرب ودموعكم أقرب وأنفسكم أقرب إن شاء الله، وأنا يعني أسأل من الله الإجابة إن شاء الله وما أنساكم بالدعاء، ما أنساكم. شكرا لاتصالكم. معنا أبو علي من البصرة. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ابو علي، يا صاحب الزمان يا مهدي الامم. يا صاحب الزمان. السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك يا مهدي الامم. سنتم. السلام على الحسن العسكري، السلام على اهل الهادي، السلام على سيد نجد، السلام على سيد خاتون، حكيم خاتون. السلام عليهم اجمعين، قضى الله حوائجكم وشاف الله مرضاكم. اسمعنا عند الله يا سيدتي يا مولانا بكر ادم الحسين بكر اسلوب العباس يا سيدي يا مولاي يا مهدي يا مصالح اقسم عليك بالسيد اقسم عليك بان حسين عسكر وعلى يا رب يا رب يشافوك ويعافوك يقضون حاجتك. يا سيدي مولاي ما نقدر نجيك ما نقدر نجيك وما نسمع كنا والشفاء الشفاء يا سيدي ساكن باصون لنا ما عاد الطبيب يسمع وان شاء الله من رحمتكم ورحمه الله ما علي يا سادتي ان شاء الله حسين عليكم باصون حسين والله وعديك ان شاء الله الكل كل تدعي لك ان شاء الله كل من يسمع صوت ابو علي من البصره بالشفاء العاجل الله يحفظك ويقضي حاجتك يسر الله امرك شكرا شكرا لاتصالك شكرا لاتصالك معنا ام سجاد حياكم الله يا ام سجاد السلام عليكم وعليكم السلام يا صاحب الزمان يا مهدي الامم بهذه اللقطه من قبه الامامين العسكريين يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان عجل الله فرجك فمصدك وننتظر ظهورك وقتل الكافرين بسيفك بحق محمد وآل محمد وأحنا من أنصارك وأتباعك بحق محمد وآل محمد السلام عليك يا علي الهادي السلام عليك يا حسن فضل بالزيارة يا أم سجاد نعم يا مسجاد تفضلوا أنتم على الهواء ظهر انقطع الاتصال مع أم سجاد إن شاء الله تعاود الاتصال معنا حسين من واسط حياك الله يا حسين الله يسلمك حياكم الله يا صاحب عليكم. الزمان يا مهدي الأمم يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم يا السلام عليك يا سيدي ومولاي يا بقية الله السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض السلام عليك يا سيدي ومولاي يا شريك القرآن السلام على سيدنا ومولانا الإمام أبا الحسن علي بن محمد الهادي السلام على سيدي ومولاي أبا محمد الحسن بن علي العسكري السلام على السيدة الطاهرة حكيمة خاتون بنت الإمام الجوهري السلام على السيدة الطاهرة أم الإمام الحجة المنتظر السيدة نرجس خاتون السلام على الإمامين العسكريين السلام عليكم طبتم مطابة الأرض التي فيها دفنتم يا
وفزتم الله فوزا عظيما، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. سيدي ومولاي يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، أقسم عليك بحق الزهرة الطاهرة أن تقلع حوائج شيعة أمير المؤمنين، هذول شيعتهم أو مواليكم يا سيدي ومولاي، تستر علي وتعطيني العافية. الله يحفظك يا ابو علي، اخذ حاجتك، يسر الله امرك. اريدك تدعي لي عند الامام، الهي يرزقك ما في قلبك. ان شاء الله يكتب لك الزياره، ان شاء الله يكتب لك الزياره. امرك تدعي لاهلي ولاخواني وخواتي، ما ننساك، ما ننساك بالدعاء ان شاء الله. اسال من الله الاجابه. الله يعطيك العافيه والسلامه لك وللكادر جميعا، يصل ان شاء الله. يذكر عليكم على عوائلكم. شكرا لك يا ابو علي، شكرا لاتصالك، الله يحفظك ان شاء الله. معنا امير من الكوت، حياك الله يا امير. السلام عليك يا وعليكم السلام يا صاحب الزمان، يا مهدي الامم. يا مهدي الامم. نعم يا امير، ايش قد عمرك امير؟ 10 سنوات. الله يحفظك، وهذه النشأة الصحيحة والتربية الصحيحة. تفضل بالزيارة، تفضل بالزيارة. السلام عليك يا صاحب الزمان يا مهدي. السلام عليك سيدي مولاي، سلم على الإمامين العسكريين. أمير خلنا نسمع دعاء الفرج، خلنا نسمع دعاء الفرج بصوتك. اللهم كل وليك الحجة من الحسن، وليك الحجة من الحسن، صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجنودا وعليها حتى تنشره، تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. أحسنت يا أمير، الله يحفظك ويقضي حاجتك، وإن شاء الله من أنصار الإمام صاحب العصر والزمان. معنا وجدان، حياكم الله يا وجدان. السلام عليكم. وعليكم السلام يا صاحب الزمان، يا مهدي الأمم. يا صاحب الزمان، يا مهدي الأمم، يا مهدي الأمم، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، السلام عليك يا شيخ القرآن، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا قاطع البرهان، السلام على الإمام السوجان، السلام عليك وعلى أبائك الطيبين ورحمة الله وبركاته، اللهم عجل وليك الفرج، السلام على علي الهادي، السلام على حسن عسكري، السلام على حكيمة خاتون، السلام على عليهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة من حسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتع فيها طويلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل وليك. ممكن تسجيل أسمانه؟ إن شاء الله عائلتكم ومن يخصكم. شكرا لاتصالكم يا أخت وجدان. معنا أبو عباس من آمرلي. السلام عليكم. حياك الله يا أبو عباس، يا صاحب الزمان، يا مهدي الأمم. بهذه اللقطة أنت في سرداب الغيبة، متوجهة الصورة إلى سرداب الغيبة، هنيئا لك. يا صاحب الزمان، يا مهدي الأمم، يا صاحب الزمان. ما جاء هذا ومدرسة مجمع أبو سيد زينب عليه السلام، السلام على مكتوب المدينة المصور مايد أبو القاسم المصطفى أبو الزهراء محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الإمام المتقين إمام علي عليه السلام، سلام على إمام الكونين ونور عيني وإمام السفلين الإمام حسين عليه السلام وأخي أبو فضل عباس عليه السلام وأختي زينب بنت سوق عليه السلام، السلام على إمام كاظمين، السلام على إمام عسكرين، السلام على إنك بساء، السلام عليك يا خليفة الله وخيرة أباء المدينة، السلام عليك يا حافظ أسرار رب العالمين، السلام عليك يا وصيل أوصياء المعلمين، السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك يا بقية الأنبياء، السلام عليك يا بقية الأوصياء الإمام المهدي عجلة عارف هذا الشريف. السلام عليهم أجمعين، يسر الله أمرك إن شاء الله. إن شاء الله عائلتك ومن يخصك. شكرا لاتصالك يا أبو عباس. معنا أبو غزوان، حياك الله يا أبو غزوان. وعليكم السلام. يا صاحب الزمان، يا مهدي الأمم، أمامك الضريح المبارك، تفضل بالزيارة. يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، يا ولي الأمان، حسنت. اللهم بجاهك عند الله ومنزلتك عند رسول الله، اشفع لنا عند الله يا وجيه العالمين، والشافي لنا والشافي كل مريض تجاه محمد وآل محمد. واحنا مرضى وين صاحب الزمان، عجل الله فرجك وسهل مخرجك،
وجعلنا من أنصارك وأعوانك إلى يوم الدين. يا صاحب الزمان. يا صاحب الزمان، السلام عليك وعلى الإمامين العسكريين، الإمام العسكري وإمام علي الهادي، وسيدتي حكيمة وسيدتي نرجس. نعم يا أبو غزوان، أنت على الهواء. شكرا لاتصالك وقضى الله حاجتك، وإن شاء الله ما ننساك بالدعاء. معنا أم علي، حياكم الله يا يمك. يا أم علي، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام يا صاحب الزمان يا مهدي الأمة. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان. الأمة. السلام عليك يا مولاي، السلام عليك مني ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليهم أجمعين. السلام عليكم يا أهل بيت الرحمة وأهل بيت النبوة، السلام عليك يا علي الهادي، السلام عليك يا الحسن العسكري، السلام عليك يا نرجس، السلام عليك يا حكيمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم يا الله يا اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم ارحمنا يا الله، اللهم ارزقنا زيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة يا الله، يا اللهم ارحمنا يا الله برحمتك يا إلهي، وصلى الله على محمد وآل محمد. قضى الله حوائجكم إن شاء الله. اللهم عجل لوليك الفرج يا الله، اللهم عجل لوليك الفرج يا الله، اللهم عجل لوليك الفرج، الفرج يا الله، واجعلنا من أنصار يا الله. أي يمه نعم مريضة، ريدك ريدك تدعي لي فدوى يمني إن شاء الله، ما ننساش بالدعاء، واسأل من الله الإجابة. أنا عندي عبارة أقول كون ما يخجلوني قدامكم، أدعو لكم بالزيارة وقضاء حوائجكم، وإن شاء الله أسأل من الله الإجابة، وكون كون إن شاء الله تنقضي حوائجكم كل من أوصان الدعاء والزيارة. شكرا لاتصالك يا أم علي. معنا أحمد، حياك الله يا أحمد. أم أحمد. أم أحمد حياك الله يمه، تفضلي. وعليك. يا صاحب عليك. الزمان يا مهدي الأمم. يا صاحب الزمان، سلام الله عليك يا مهدي الأمم. السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك خليفة الرحمن، السلام عليك شريف القرآن، السلام عليك يا إمام السوجان، السلام عليك يا قاطع البرهان، السلام على طلابائك الطيبين وأجدادك الطاهرين المعصومين، السلام على الإمامين الهمومين العسكريين علي الهادي والحسن العسكري، السلام على سيدتي مواتي. هذه الصورة دخول ضريح الإمام الإمامين، هنيئا لزوار العسكريين، هنيئا، أنتم مع الزائرين. اللهم اجعلنا من أنصار، اجعلنا من زوار، يا من أنصار، اللهم عجل الفرج، اللهم عجل الفرج، اللهم انصر الإسلام المسلمين واحصن الكفر والكافرين، اللهم بحق محمد وآل محمد، اللهم عجل ولك الفرج والعافية والنصر، اجعلنا من أنصار، اللهم شاف وعافي كل مريض تجاه مريض كربلاء زين العابدين وشافينا من معاهم. الله يحفظكم قناة كربلاء. الله يحفظك يا يما، أسأل من الله قبول يعني الأعمال وأيسر أمرك يا رب. آمين رب العالمين، ويحفظكم يا عيني يا الله يحفظك. شكرا لاتصالك. ورحمة الله وبركاته. معنا أم ميثم من ذي قار، حياكم الله يا أم ميثم. الله يحييك، السلام عليكم. يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم. يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، يا مهدي الأمم، يا صاحب السلام الزمان. عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، أمامكم الضريح المبارك، هنيئا لك يا مولاي، اللهم عجل لي وليك الفرج، اللهم عجل لي وليك الفرج، السلام عليك يا علي الهادي، السلام على الإمام الحسن العسكري، السلام عليهم أجمعين، السيدة حكيمة، السلام على السيدة نرجس، السلام عليكم يا أمة الهدى، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة، اللهم ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، السلام على القبة المنيرة يا سيدي، السلام يا عليهم أجمعين، إنا توجهنا واستشفعنا بكم إلى الله، يا وجهاء عند الله اشفعوا لنا عند الله، قدمناكم بين يدي حاجاتنا، عندنا مرضى وعندنا حوائج نقضيها هذه الليلة إن شاء الله، إن شاء الله نقضيها إن شاء الله بجاه القبة المنيرة، جميع المرضى يقضى حاجات المحتاجين، سيدي متى ترانا ونراك يا سيدي ضاقة الصدور يا صاحب الفرج يدنا رسول الله،
يا سيدي يا مولاي، السلام على العسكريين، اللهم شافي وعافي كل مريض، يوم الله يوفقك سجل أزمانه، الله يحفظك ورحم الله والديك إن شاء الله. عائلتكم ومن يخصكم. معنا أم علي من النرويج. نعم يا أم علي، السلام تفضل. عليكم. وعليكم السلام يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم. السلام عليك يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم. يا صاحب السلام عليك يا سيدي يا مولاي. أمامكم الضريح المبارك. السلام السلام عليك وعلى أبيك الحسن العسكري. السلام عليك وعلى جدك عبد الهادي. السلام عليك وعلى السيدة نرجس خاتون. السلام عليك وعلى السيدة حكيمة خاتون. يسمعون ويردون. السلام عليكم يا سادتي. السلام عليكم يا سادتي وأوليائي وأئمتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن علي المصطفى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام على فاطمة الزهراء. يا صاحب الزمان إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يديك يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا سيدي يا صاحب الزمان. الأمان الأمان يا سيدي يا مولاي. الأمان الأمان يا سيدي يا مولاي يا صاحب الزمان يا سيدي يا مولاي. يا جدك الحسين عزك السجنة بالأنصار سجلنا من أنصارك يا سيدي يا مولاي يا صاحب الزمان يا سيدي يا مولاي. دخيلك يا سيدي يا مولاي دخيلك. اللهم عجل لوليك الفرج يا رب العالمين. اللهم عجل اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج يا رب العالمين. واجعلنا من أنصاره وأقواله والمستشهدين بين يديه يا سيدي يا مولاي يا سيدي. نجاهك عند الله يا سيدي نظر من عندك الشاق وتعافي كل ما يبغي الشاق مرضانا يا الله وتقضى حاجة كل محتاجة تقضى حوائجنا يا سيدي يا مولاي. اللهم اللهم صح يا رب. اللهم صح صح يا رب مخرج يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هنيئا هنيئا لهذه العبرة، هنيئا لهذه الدمعة، هنيئا لهذه الحرقة. إن شاء الله إن شاء الله. اللهم يرزقك ما في قلبك وأنا تحت قبة الإمام العسكري. عند مريض عندك سجل اسمها خلود إن شاء الله. سجل اسم علي وغفران ورحمة الله وكان وعائلتي وزمت في الدعاء والزيارة ورحمة الله وعائلتي إن شاء الله. ما ننساك ما ننساك بركة دعواتكم إن شاء الله. شكرا لاتصالكم يا أم علي. معنا أم علي من بغداد. السلام عليكم. عليكم السلام يما يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم. اللهم صل على محمد وآل بيته. اللهم صل على محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كريم الإنس والجان. السلام عليك يا سيدي يا مولاي وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أجمعين. مولاي الإمام 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 علي الهادي. السلام على سيدي ومولاي وإمامي الإمام الحسن العسكري والد الإمام الحجة عليكم صلوات الله وسلامه. السلام على سيدتي ومولاتي السيدة حكيمة. السلام على سيدتي ومولاتي باب الحوائط قاضية الحاجات السيدة نرجس أم الإمام الحسني صلوات الله وسلامه عليكم ساداتي. وموالي فتم مصارة الأرض التي فيها دفنتم وفتم الله فوزا عظيما. اللهم رب فوز الإسلام بفوز أهل البيت يا رب يا رب يا رب. اللهم رب فوز الإسلام بفرز أهل البيت يا الله. اللهم رب يخذل الكافرين يا الله بكفرهم. اللهم رب واجعل للإسلام نصرا عزيزا. اللهم ربي اجعل كلمة الإسلام هي العليا وكلمة الحق هي العليا وكلمة الباطل هي السفلى. آمين رب العالمين. الله يحفظك يما خدمتك. ان شاء الله ما انساك بالدعاء. شكرا لدعواتك. يا بلادي اقصدك الدعاء والزياره. اريد من عندك فراغ كبير يعطيكم الصحه والعافيه
وانا ندعيكم هنا لبيتي ان شاء الله علينا الدعاء وعلى الله. شكرا الإجابة. شكرا لدعواتك، شكرا لانفاسك، شكرا لهذه الحرقه، انا اقول الحرقه اللي عندكم موجوده، شوق لصاحب الزمان. هنيئا لكم، شكري وتقديري لخدمة الإمامين العسكريين من الأمير حتى أصغر خادم، اللي دائما يسهلون طريق الزوار وتعاونهم مع هذا البرنامج. هنيئا لهم هذه الخدمة. معنا اتصال حسين. نعم يا أبو علي تفضل. نعم يا حسين، انقطع الاتصال ولكن اسمك السجل ان شاء الله. شكرا لاتصال ام علي، حياكم الله يا ام علي. ان شاء الله الاسم السجل وان شاء الله ما نسى. شكرا كذلك الى كادر برنامج يا صاحب الزمان، شكرا لهم لعملهم الدؤوب في خدمه زوار العسكريين وايصال هذه الصوره المباركه عبر شاشه قناه كربلاء الفضائيه مكتب بغداد، الله يحفظهم ان شاء الله. هنالك اسماء وصلت وبعدها ان شاء الله ابدا بالزياره. الشيخ رحمان، همام، وآم، فاضل، ضرغام، أبو يوسف علي رحمة بقضاء حاجة إن شاء الله، أبو شبر، رافد، حجي رعد، أبو مسلم، أبو منتظر، وحجية أم رعد بقضاء حاجتها إن شاء الله، ومحمد علي وأمير محمد. إن شاء الله ما ننساهم بالدعاء وقضاء حوائجهم، ونتوجه أصالة عني نيابة عن والدي ووالد والدي من قلدني الدعاء والزيارة، نيابة عن سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان، نيابة عن كادر برنامج صاحب الزمان، نيابة عن خدمة الإمامين العسكريين، زيارة قرب طاعة إلى الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكما يا ولي الله، السلام عليكما يا حجتي الله، السلام عليكما يا نوري الله في ظلمات الأرض، السلام عليكما يا من بدا لله في شأنكما، أتيتكما زائرا عارفا بحقكما، معاديا لأعدائكما، مواليا لأوليائكما، مؤمنا بما منتما به، كافرا بما كفرتما به، محققا لما حققتما، مبطلا لما أبطلتما. أسأل الله ربي وربكما أن يجعل حظي من زيارتكما الصلاة على محمد وآله، وأن يرزقني مرافقتكما في الجنان مع آبائكم الصالحين، وأسأله أن يعتق رقبتي من النار، ويرزقني شفاعتكما ومصاحبتكما، ويعرف بيني وبينكما، ولا يسلبني حبكما وحب آبائكما الصالحين، وألا يجعله آخر العهد من زيارتكما، ويحشرني معكما في الجنان في الجنة برحمته. اللهم ارزقني حبهما وتوفني على ملتهما، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته،
ولا همان إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا رزقا إلا بسطته اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاري وأعواني والمستشهدين بين يديه مقبلين غير مدبرين وثبتنا على ولاية أمير المؤمنين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، أقول اللهم تقبل منا هذا القليل بأحسن القبول واجعله ذخرا لنا يوم القيامة عند الزهراء البتول بشهادة سيدي ومولاي الإمام الحسن العسكري وعلي الهادي وسيدتي نرجس وحكيمة. إن شاء الله الحوائج مقضية بحق محمد وآل محمد. بهذا النداء نسأل الحوائج ونقول اللهم كن لوليك الحجة يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم. يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان.